السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير أحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رموز مهمة تدل على الحمل إن شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للمرأة المتزوجة. أول رؤية معنا وهي رؤية الدرج الطويل، وإن كانت هذه الرؤية أحيانا تدل على السفر، ولكنها تبشر بالحمل للمرأة المتزوجة إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المرأة المتزوجة أن زوجها يهديها ذهبا، هذه الرؤية تبشر بالحمل إن شاء الله لها. لكن في البداية أنا حابب أنبه على نقطة مهمة ودائما أركز عليها، أن المرأة التي نبشرها بالحمل شرط أساسي أن تطيق الحمل، بمعنى أن هي تكون مثلا سنها صغير، ما زالت الدورة الشهرية موجودة، لكن امرأة وصلت لسن اليأس أقول لها حمل ينفع؟ ما ينفعش. فحينما نبشر بالحمل نبشر لامرأة تطيق الحمل. ولذلك لما بتيجي امرأة تحكي لنا رؤية وتبشر بالحمل، أنا أسألها هل وصلت لسن اليأس أم لا. رؤية اللي بعد كده وهي رؤية تقديم القهوة، حينما ترى المرأة المتزوجة أنها تقدم القهوة لأي شخص ما، هذه الرؤية تبشرها بالحمل إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المرأة المتزوجة أنها تدخل المستشفى، هذه الرؤية تبشرها بالحمل إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية إتيان القمر إلي في المنام بالنسبة للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية تبشرها بالحمل إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية نزول اللبن من الثدي، هذه الرؤية بالنسبة للمرأة المتزوجة تبشرها بالحمل إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الرجل أن يرى زوجته، رجل متزوج أن يرى زوجته وهي عندها الدورة الشهرية، فهذه الرؤية تبشرها بالحمل، طبعا تبشره هو أن زوجته ستكون حامل. رؤية بعد كده وهي رؤية التبول في محراب المسجد، هذه الرؤية تبشر المرأة المتزوجة بالحمل. رؤية بعد كده وهي رؤية خروج أقلام من العضو الذكري للرجل، أنا لا أقول حمل فقط، وإنما تبشر بأن هذا الحمل أنه هيكون ذكر، ده رقم 2، يبقى حمل وذكر وسيكون عالما، فهي رؤية محمودة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. تضرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.